في المباراة الهامة جدا. السد اللي في المركز الخامس ونيمة، ونيمة ما بيديش فرصة على طول. ومحاولة ونيمة ويا سلام والعمق، ينجح نيمة في فتح طبعاً. حتى عم يسألونا انه كيف اللعيبه ابو شعر ما مش بالعكس، وهذا الحماس يعني انا قصدي الفني مش بالعكس هذا طبعا الحماس. عمل دخول ووقف وباصه وكيك لميل الجميلة لكن ما تنجحش، وكالعادة طلع نيمة وحصل على رميتين. 34-18، 3:50 اعزائي المشاهدين، الفترة الثانية مباراة السد والاهلي، والفريقين عايزين يكسبوا، والفريقين بيلعبوا بقوة وتغيير ونزول مين؟ نزول اللاعب مينور اللي هو كان بيلعب في السد الموسم الماضي ونزل. كابتن، هل الاهلي لو جاب لعيب تاني هيبقى ليه شأن تاني في الكاس؟ طبعا بالشكل يعني ان هو يعني اذا جاب لي، انه بعتقد اذا جاب لاعب بمستوى عالي يعني يقدر يساعد الفريق اكثر بالاخص كليدرشيب، يعني انا اتوقع يعني صانع العاب بيكون عنده سايز منيح بيقدر يساعد الفريق، لانه اللاعب السنتر اللي عم بشوت انا بعتقد هو احسن سنتر، يعني هو اللاعب اطول واحد في الفريق، اطول واحد، لاعب سريع موبايل، يعني مش من اللاعبين اللي بيقدر يلعبوا، بالعكس يعني بيقدر يلعب تحت السله حتى بيشوت. لاعب انيما صغير في السن ولاعب مميز وعنده على البيك اند رول، عنده حركه، عنده حركه بعد ما بيعمل بتاج الحركه بطول الملعب، وبابا كار والتصويبه ونيمة والمتابعه، ويطلع كمان بالكوره ووقف. هيعمل ايه يا نيمة؟ هتروح ولا تقف؟ هتعمل ايه؟ وقف وصوب وجه، عنده شغل كتير جدا يا كوتش. زي ما كنا بنقول نيمة بيعمل عنده دريبلاية بطوله، لانه في طول هو عنده سكيلز، يعني بيقدر يحافظ على كره بيقدر يكون يعني شاد. مباراة السد والاهلي، السد بيبحث عن الفوز.